السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله يا شباب هنتكلم على المحاضرة رقم 4 أو 5، مش فاكر، احنا بقالنا فترة ما اتكلمناش عن حاجة ليكم يعني، بس دي هتتكلم على البريتل انفورميشن اللي هو السترين اللي بيحصل فيه البريتل روكس أو البريتل بيهيفير أوف روكسي. غالبا بيبقى فراكشر أو فولتنج اللي بيحصل نتيجة للبريتل انفورميشن. فاحنا هنتكلم على الديفرنت بتوين الفراكشرز different type of fractures في المحاضرة دي، different type of faults المحاضرة اللي بعدها هنتكلم على ايه العلاقة بين الفولتس والستريسز. تمام، ايه الفرق اصلا بين الفولت والفراكشرز؟ الفولت ميكانيزم، الرول اوف لود ان فولتنج، فولت موفمنت ميكانيزم، كل ده هنتكلم عليه في الفترة في فيما يخص بالبريتل ديفورميشن. النهارده هنتكلم على اول حاجة من البريتل ديفورميشن اللي هي الفراكشرز. Fracture is defined by twist in the bones. اللي هما أول ناس بقى اتكلموا عن الموضوع يعني fracture، إنها surfaces along which rocks or minerals have broken. يعني هي الأسطح اللي من خلالها بيحصل كسر السخونة. عايزك بس تبص على الفيجر اللي موجود ده وتشوف. إحنا لو جينا نتكلم على إن دي a block of rocks، تمام؟ المفروض هي كانت متصلة اتصال laterally connected with this block. لكن اما حصل فراكشرز ده ديفلوبد الفراكشر ده فصل ده عن ده، فاذا هي عباره عن سطح ماشي بلين اوت هذا رئيسه ماشي فصل التو بارتس اوف روكس عن بعض. تمام، يبقى سبريت التو بارتس اوف روكس دول. تمام، يبقى التعريف البسيط ان هي سيرفيس لونج ويتش على طول بيحصل كسر او فصل للصخور عن بعضها. تمام، فهي الأسطح اللي بيحصل عليها ان الصخر بيفقد اللاترال كوهيجن بتاعه. تمام يا شباب، تمام. في بعض الخواص كده للفراكشرز ان جنرال ماشي اكوردنج لحد اسمها بولرز اند ايدن في سنه 88 حطوا مجموعه حاجات الفراكشر. قال لك الفراكشرز دي عباره عن تو بارلل سيرفيس. ازاي؟ قال لك سيرفيس في البلوك دي وسيرفيس البلوك دي، هو مش قسم الصخر تو بلوكس، يبقى في سيرفيس هنا وسيرفيس هنا بارلل لبعض، اولموست بارلل لبعض يعني. تمام، بعدين دول السيرفيس دي approximately تقريبا بيبقوا planar surfaces، مش يعني في غالب الاحيان بيبقوا planar مش curvilinear او irregular shape، لا هم دايما planar. تمام، displacement على fractures بتبقى very small، ممكن not recognized يعني ما شفهاش اساسا displacement. اول حاجة وده مهم جدا النقطة دي ان fractures تميز عن الفولتس ان هي ملهاش ازاحة، لكن الفولتس لما تخط في العملي الجزء العملي ان لها ايه؟ لها ازاحة. طيب ندخل في الجزء اللي بعد كده، عايزين نعرف نفرق بين شويه ترمينولوجي كده ممكن تسمعوها كتير، joints faults and veins. احنا قلنا joints it's a type major type of fractures، تمام، بس معلوش displacement خالص. الفولتس دي هي عباره عن fractures ولكن مع displacement considerable displacement، ازاحه اقدر اشوفها considerable يعني اقدر اشوفها. الveins هي عباره عن joints ولكن filled within ايه؟ within materials ماشي whatever materials تو عامله ازاي. تمام، فالتعريفات دي مهمة جدا بالنسبة لك عشان تقدر تفرق يعني ايه joint. joint يعني opening في fracture open، تمام، بس لكن معلوش measurable shear displacement، ممكن يكون cracks، ممكن tensile fractures، whatever هيبقى عامل ازاي، لانه ممكن يكون يعني هنتكلم عن بعض joints كتير جدا لكن هي لازم تكون فيها فراغ وما بيبقاش عليها displacement بشكل كبير. الفولتس لا هي عبارة عن fractures لكن معها shear displacement لازم. الفين بقى اللي هو فراكشر اني فراكشر بقى filled with mineral precipitated from solution، يعني whatever بقى المينرالز دي هي ترسب من المحلول داخل الفراغ اللي اتكون نتيجه الفراكشر ده هسميه فين. الفراكشرز ده الترم اللي هو الوايدر ترم بقى ياخد الاثنين مع الجوينتس والفولتس مع بعضها. تمام، خلي بالك الفولتس دي هيبقى ليها انسيسترز اسمهم الفراكشرز للشير فراكشرز. تمام، دلوقتي هنقول ايه الفرق بين الشير فراكشرز وبين الفولتس. الشير فراكشرز دي هتبقى فراكشرز عاديه ولكن مع displacement very small not enough to name this او nominate الفراكشرز انها فولتس. تمام، joints قال لك دي عباره عن فراكشرز long which there is has no p appreciated displacement، يبقى اول حاجه الجوينتس ما لهاش displacement خالص ولكن الحركه بتبقى في الجوينت تبقى normal to the fracture plane، ودي مهمه جدا. يعني لو عندي فراكشر كده مرسوم بالطول كده في الشاشه دي فهيبقى في اوبننج كده اوبننج افتحه لكن ما حصلش عليه ديسبيسمنت لا كده ولا كده فده سميه جوينت. تمام، طيب
جم بناء على هذا الكلام اللي فات من شويه ان في ديسبيسمنت ومش ديسبيسمنت، الحركه عامله ازاي بالنسبه للفراكشر سيرفيس. احنا قلنا الفراكشر ده عباره عن سيرفيس على طوله بيحصل كسر الصخر. طيب تعال بص بقى الكسر ده عامل ازاي، هل التوب لوكس بعيده عن بعض عمودين على السيرفيس ده، ولا بيحصل جلايدنج على السيرفيس ده، سلايدنج يعني زحلقه على السيرفيس ده، ولا بيحصل تويستنج على السيرفيس ده. فقسموا للفراكشرز اكوردنج للموفمنت دايركشن ريليتيف تو الفراكشر سيرفيس ل 3 مود اوف تايب او 3 مود من الفراكشرز. اول مود اللي هو الفراكشر اسمه الجوينت اللي احنا اتكلمنا شويه، ده بيحصل نتيجه للحركه عموديه على الفراكشر سيرفيس اتسيلف، ليه متابعه عوديه بالشكل ده كده يدينا جوينت او اوبننج فراكشر، او تكون مضغوطه ويدينا حاجه اسمها ستيلولايتس، حاجه زي اسنان المشط كده تكون الصخر داخل في بعضه ستيلولايتس. ده بيحصل هنا شورتنج، هنا بيحصل اكسبانشن للصخر نفسه. مود 2 بيحصل سلايدنج على السيرفيس بتاع الفراكشر، تمام. ده تو تايبس اوف سلايدنج، لكن هي الحركه موازيه للفراكشر بلين الفراكشر سيرفيس، ولكن اللي هو ممكن يكون بلانر بعض الاحيان، ولكن الحركه هنا بتبقى سلايدنج. تمام. المود 3 اللي هو تيرنج مود، اللي هو بيحصل تويستنج، برضو الحركه موازيه للفراكشر بلين، ولكن بيحصل ايه في اتجاهين عكس بعض بالشكل دوت تويستنج. تمام. مود 2 ومود 3 دول احنا مش هنسميهم بقى جوينتس، ده هنسميهم شير فراكشرز، لان عليهم ديسبيسمنت، عليهم ازاحه، ولكن هذه الازاحه بتكون فيري سمول. لو كبرت الازاحه دي خلاص هما يترقوا لمرحله ويسموا فولت. يبقى الفولت هما عباره عن شير فراكشرز ولكن ديسبيسمنت عليهم كبيره. كبيره قد ايه؟ هنتكلم كمان شويه في المحاضره بتاعه الفولتس امتى اعتبر الشير فراكشر ده فولت. تبقى المود 2 و 3 اه شير فراكشر، ولكن دول فولت لايك فراكشرز، وان اوف ذيم از سترايك سليب اند اذر ديب سليب. هنا طبعا في العمل خدته يعني ايه سترايك سليب ويعني ايه ديب سليب. لو الموفمنت الونج الفراكشر سيرفيس او الونج الفولت سيرفيس، تمام، بتبقى بارلل للديب بتاع الفولت بسميها ديب سليب موفمنت. لو الموفمنت الونج الفولت سيرفيس بتبقى بارلل تو سترايك اوف فولت سيرفيس بسميها سترايك سليب فولت. بعض الفراكشرز بقى بيبقى عندها الاثنين وثلاثة مود، اثنين وثلاثة بيبقى في بعض الأجزاء منهم يديك الحركة دي والحركة دي اللي احنا كنا مجازا كلمنا عليه الأوبليك سليب فولت. تمام. طيب جينيتيكالي لو احنا عملنا جينيتيك كلاسيفيكيشن للجوينت، يبقى الكلاسيفيكيشن بتاع الجوينت اللي فات ده او الفراكشرز اللي فات ده كان بيزد على دايركشن اوف موفمنت ريليتيف تو فراكشر سيرفيس. جينيتيكالي يعني اكوردنج للجينيسيس، يعني ايه اكوردنج للميكانيزم اوف ديفورميشن او الكوز اوف ديفورميشنز، هنسمي الجوينت ليه ثلاث انواع من الجوينت، حاجه اسمها اكستنشنال فراكشرز نتيجه لي اكستنشن تمدد، تمام، والحركه بتبقى هنا في الحاله دي ريليتيف موفمنت نورمال تو فراكشر سيرفيس. يعني انا دلوقتي هضغط في الاتجاه ده يحصل اكستنشن في الاتجاه ده، يبقى يحصل لي اوبننج للفراكشر في هذا الاتجاه، تمام، ودي اسمها اكستنشنال فراكشر. تمام. تاني نوع من الفراكشرز اللي هو ده طبعا قلنا تايب 1 تايب 2، احنا قاعدين نتكلم عن الفراكشرز بمدلول تاني مش تيجي الحركه بقى، بنتكلم ايه اللي يخلي الاوبن الجوينت يتكون او الاوبن فراكشر اللي هو مود 1 يتكون الاكستنشن. شير فراكشرز دول ريليتيف مومنت بارل تو ذا فراكشر سيرفيس، احنا قلنا هتبقى موازين للفراكشر سيرفيس كده، ان انا ممكن اضغط كده يتكون عندي تو كونجيجيت فراكشرز بالشكل دوت، لهم علاقه باتجاه الضغط ده وباتجاه اللي هو الاقل ضغط ده اللي هو اتجاه الماكسيمم اكستنشن اللي هيحصل فيه. وهنتكلم على الكلام ده كمان شويه في المحاضره دي، ايه علاقه البرنسبل ستريسز. احنا قلنا في المحاضره رقم 2 يعني ايه برنسبل ستريسز، وقلنا البرنسبل ستريسز بذكركم ان هي اتجاهات الضغط اللي بيبقى مفيش فيها اتجاه شير، تمام، او الشير ستريس بزيرو. تالت نوع من الاكستنشن بيسموه الهايبريد الفراكشر، قصدي اسمه هايبريد فراكشر، اللي هو بيبقى فيه ال تو ريليتيف موفمنت اوبليك تو ذا فراكشر سيرفيس، يعني بيبقى الاوبننج مع بارلل فراكشر سيرفيس اللي هو ده، تمام. يبقى عندك هنا ده كده واضح جدا ان هو شير فراكشرز، لكن هنا ده هايبريد لانه في شير حركه بارلل فراكشر سيرفيس اتسيلف، وفي نفس الوقت في حصل دايليشنز وحصل اوبننج للفراكشرز هنا، وترصف فيه حاجات او ترصف فيه حاجات كده بسميه فين. طيب تعالى نتكلم عن اول نوع بالتفصيل اللي هو الجوينت او التنسايل فراكشرز او الاكستنشن فراكشرز.
النوع ده بيتكون نتيجة tensions للشد، تمام، بيتكون parallel to the minimum tensile stress، يبقى عمودي على الكمبرسيف ستريس او بارل الكمبرسيف ستريس، يكون الفراكشرز ده ماشي، بيبقى بيربنديكتور تو ذا ماكسيمم تنسايل ستريس، يبقى اتجاه الشد الرئيسي هو عمود عليه لكن موازي للمينيمم ستريس. شير الزيرو الونج جوينت وين زي فور، شير يعني الحركه صفر الونج الجوينت وين زي فور ماشي، بعض الاحيان بيسموه كراكس او تنسايل فراكشرز، تمام. المود 1 دوت اللي هو اللي بيسموه مود 1 ده بيتكون دايما في شلد ابسس، ما بيبقاش يعني ملوش حاجه اسمها بريزيستنس، يعني ملوش امتدادات كبيره قوي، تمام، في لو كونفايننج بريشرز، تمام، بيتكون دايما في الاستيك ريجيم في تمبريتشر قليله وهاي بور فلويد بريشر، يعني كل المواصفات دي بتتكلم ان المود 1 ده او التنسايل فراكشرز ده مكون قريب جدا من السطح، ما بيتكونش في اي كونديشنز فيها تغير في اللي هي الايه النير سيرفيس كونديشنز بتاع الروك، تمام تمام. نوع من انواع الجوينتس برضو اللي هو النوع الثاني منها حاجه اسمها الاكسفوليشن او الشيت جوينتس، ده بيتكون نتيجه للانلودنج. يعني ايه انلودنج؟ يعني احنا جاي نبص كده الرسمه الجميله دهيت، احنا عندنا هنا صخر within الايرثس كراست under less traffic pressure، وشايفين حاطين ديناصور يعني هي على دبس كبير، بعد نتيجه للروجن اللي هيحصل هيتشال كل جزء ده، فالبادي ده والماسيف دي بتاعه الروك دي هيحصل لها تمدد، فيحصل فيها سيركلر فوليشن بشكل بسميها اكس فوليشن، تمام. وده شكل الاكس فوليشن غالبا بتتكون في البلوتونز، اللي هي البلوتونز بتتكون زي جرانيتات والجابروز اللي بتتكون ديب سيتد في الكراست، وبعد شويه بيحصل اكزهيوميشنز وروشن للاوفر بيردن اللي فوقها، بس الله اكسبوجرز على السيرفيس بالشكل ده، تمام. النوع الثالث من الجوينتس هو حاجه اسمها الكلومنر جوينتس، الكلومنر جوينتس دي بتتكون نتيجه للشرينكج ديو تو الرابيد كولينج اوف ماجما، غالبا بتتكون في الحاجات اللي هي البازلت البيزك اجنيس اكستروسيف روكس، تمام، في اللافا فلو والسير والدايكس وهكذا، ان الماجما بتطلع على السيرفيس بتاع الارض بسرعه فبيحصل تبريد سريع ليها، فيبدا يحصل شرينكج، تنكمش الماجما دي بتاع ده في شكل عمدان كده اهوت، يكون يتكون الكلومنر جوينتس، فدي مميزه جدا للبازلت والرايلايت سون، الحاجات اللي هي الالكتروسيف ايجنيس روكس الفولكانكسي، تمام. يبقى كل دول كانوا عباره عن اسمهم ايه؟ اسمهم جوينتس، جوينتس. فالجوينتس دي في تنسايل فراكشرز دي بتتكون نتيجه للتنشن بتتكون في الشيرد ابسيس ومواصفاتها هكذا، تمام. يعني اكسفوليشن نتيجه للانلودنج بتتكون، وعندنا كلومنر جوينتس نتيجه للشرينكج دي تو رابيد كولينج اوف ماجما بيدينا، او اللافا سوري بيدينا الشكل بتاع كلومنر جوينتس. النوع الثاني من الفراكشرز اللي هو الشير فراكشرز، وقلنا دي تو تايبس اللي المود 1 ومود 2 اللي بيحصل سلايدنج وبيحصل عليها تويستنج او تيرنج، تمام. وقلنا لو هي سلايدنج تديني اللي هو الديب سليب فولز، لو هي تيرنج يبقى ده شكل السفكس سليب فولز. قلنا الشير فراكشرز عليها ديسبيسمنت شير ديسبيسمنت لكن فيري سمول اف كومبيرد وذ الفولز، لو الديسبيسمنت الونج الشير فراكشرز دي زادت اكسيد عن ليميت معين، يعني فور اكزامبل 1 متر مور، فدلوقتي هرقي اعمل دلوقتي ايه ديفلوبمنت من شير فراكشرز تو الفولت، تمام. الشير فراكشرز ده غالبا بتتكون في تو كونجيجيت سير سيتس، يعني بيرد اوف فراكشرز كده عاملين مع بعض، وانتم شايفين الشكل الاكس ده، فدايما الشير فراكشرز تتكون في شكل كونجيجيت فراكشرز، كلمه كونجيجيت يعني بيرد اوف فراكشرز عاملين بينهم تو انجلز، انجل اكيوت انجل وانجل اوبتيكوس انجل. Usually the acute angle is dissected by هنتكلم كان شوية بالماكسيموم برينسبل ستريس، تمام يا شباب؟ طيب. والاثنين بيتكونوا سيمتري وصل مع بعض فبيتكونوا في ذا سيم تايم. الكروس كاتنج ريليشن شيب مهم جدا لمعرفة which fractures اللي هو بيتكون قبل التاني وهكذا. دي في سيكونس. الفراكشرز ان جنرال بيتكون في شكل سيست يعني شكل باترن، تمام؟ مونوتونس. فالفراكشرز لو هي بتتكون في شكل باترن مونوتونس بسميها سيستماتيك فراكشرز، لكن لو الفراكشرز بتتكون في شكل
unsystematic يعني unsystematic في شكل regular shapes وملهاش repetitions ولا self similarity فبسميها non-systematic joint. بال joint generally هنقول إنها systematic أو non-systematic. طيب لو systematic joints يبقى بلاقي إن joints كده لها orientations مجموعة من الجوينتس لهم نفس the same orientation والspacing بينهم بيبقى almost the same. يعني لو جينا نبص المسافة دي قد المسافة دي تقريبا almost المسافة دي almost والترند ده هو الترند ده هو الترند ده فهنا مجموعة من الفراكشرز بارل لبعضها السبيسنج بينهم ثابت فسمي ده joint set حزمة من الجوينتس. فلو عندي أكتر من joint set بسمي الجوينت باترن ده بسميه systematic joint أو system of joint. تمام؟ فأنا عندي فعلا this is the one very set وده second set of joint وفي ممكن كمان ال fourth set of joint. فانا عندي different sets of joints ففي الحالة دي بسمي joints pattern عندي systematic joint pattern. باختصار اللي هو have sub parallel orientation regular spacing joint set joints that share similar orientation same area joint system two or more joint sets. تمام من السيمري لكن non-systematic بتبقى دايما regular fracture surface and so on. In general ممكن نلاقي ال systematic و non-systematic joint system in one place. تمام وده غالبا بيبقى موجود ال non-systematic بيبقى في the same place. The growth and the morphology of fractures غالبا ال fractures دي زي ما احنا بنتكلم بتنمو في اتجاه عمودي باتجاه قصدي along السترايك بتاعها. تمام فالنقطة بتاعة النهاية بتاع الفراكشر دي بسمها الفراكشر تيب. عندها بيحصل مشكلة كبيرة جدا الفراكشر ده مش هيقدر يقطع في الصخور دي ولكن بيكون حاجة اسمها كراك وينج بيعمل زاوية تقريبا 45 درجة مع الشير فراكشر. انا كده عارف الشير فراكشرز. تمام وبعد كده ده بيبقى هنا عبارة عن نوع مود 1 من الفراكشر يبقى مود 2 مود 3 فراكشر من يجي ينمو بيكون على التيب بتاعته مود 1 من فراكشرز اللي هو بيحصل عليه اوبننج فتح زي كده وانذر فراكشرز هنا برضو نفس الكلام الاوبننج لغايه ما يتحموا مع بعض يبقى الشير فراكشرز بتتكون انيشلون فراكشرز زي كده وبعدين يحصل لهم لينكد بي حاجه اسمها المود 1 فراكشرز او التنسايل فراكشرز. تمام يا شباب ده الفراكشر سيرفيس ما بيبقاش سموث ولا بلين سيرفيس ده بيبقى واخد الشكل ده اللي بيسموه البالموز ستراكشر. الموز ستراكشر ده عباره عن حاجة شبه الريشة كده. تمام بيكون من مجموعة من الهاكلز ماشي ومجموعة من الريبس. تمام وهي عبارة عن شكل شعاعي بشكل. طب بيكون ليه نتيجة ان الصخر اللي هو بيحصل فيه فراكشرينج ما بيبقاش هوموجينيس هيتروجينيس. الفراكشرز عامة هتكون عمودي على اتجاه السيجما 3 بالشكل ده اللي هو الاتجاه ده. تمام ولكن بيقابل اي باوندري سيرفيس موجود جرين كونتاكت او بري اكزيستنج بيدنج بلين او كده بيحصل له تويستنج وبيغير الاورينشن بتاعه عند الفراكشر تيب فبيتكون عند مجموعة من التويست هاكلز. لو انت جيت تشوفهم لو انت قطعت بقى عمودي موازي ليهم كده هيطلع بالشكل ده. تمام شكل الريش ده. طيب ايه علاقة الفراكشرز بالبرنسبال ستريسز؟ احنا قلنا اي الشير فراكشرز غالبا بتتكون از كونجكت اتنين بيرد من الفراكشرز بينهم زاوية حادة وبينهم زاوية منفرجة في الاتجاه ده. فاتجاه سيجما 1 دايما اللي هو الماكسيمم برنسبال ستريس هيبقى منصف للاكيوت انجل بتوين التو كونجكت فراكشرز. طيب وسيجما 3 اللي هو المينيمم ستريس هيبقى ده منصف للاوبتيوز انجل between the two conjugate fractures. تمام conjugate fractures دول هما المود 1 ومود 2 ومود 3. تمام دايما سيجما 2 هتبقى اللي هي الانترسكشن between the two conjugate fractures. طيب احنا اتكلمنا المود 1 عن تو تايبس منه قلنا طيب بيحصل نتيجه الاكستنشن يبقى لما اضغط كده هيحصل اكستنشن في اتجاه ده يبقى ده المود 1 اللي هو الحاجات اللي هي باللون الاسود والازرق دي. تمام ده مود 1 اللي هو الايه الاوبن فراكشر او ال التنسايل فراكشرز دي بتتكون موازيه للسيجما 1 وعمودي على السيجما 3 اللي هو المينيمم ستريس او بتبقى موازيه لاتجاه المينيمم تنسايل المينيمم تنسايل ستريس وعمودي على الماكسيمم تنسايل ستريس. تمام لو الاوبن فراكشرز دي اتملت ببعض المينرالز الثانيه بسميها فينز يبقى الجوينتس دي اللي هي بتبقى موازيه للماكسيمم سيجما 1 غالبا بتبقى منصفه الاكيوت انجل بتوين تو كونجكت فراكشرز. طيب والنوع الثاني منها من المود 1 اللي هي ستيليولايتس
اللي هي برضو بتتكون نتيجة الضغط دوت، بتبقى عمود على سيجما 1 وموازي لسيجما 3. السلايدز قلنا بيحصل شورتنينج فيها، بتعمل سريتد بالشكل ده. في ده اول سلايد اتكلمنا فيه الكلام دوت. يبقى انا عندي هنا في الرسمه دي لخصت 3 تايبس اوف فراكشر سيت بتتكون. قلنا الجوين الفراكشر اللي هم المود 2 ومود 3 اللي هم بيصليهم سلايدنج الموفمنت عليهم بتبقى موازيه للبلين اوف سيرفيس، لا اما راحه كده في جوه السبوره لا اما موازيه للبلين، دي بيسموها مود 2 ومود 3. بيتكون في شكل بيرد فراكشرز كده اسمهم كونجيجيت، بينهم زاويه حاده بتنصفها سيجما 1 وبينهم زاويه منفرجه بتنصفها سيجما 3 والانترسكشن بينهم سيجما 2. معاهم بيتكون الاوبن فراكشرز او التنسايل فراكشرز بتبقى عموديه على سيجما 3 وموازيه لسيجما 1. عمود على سيجما 1 بيتكون حاجه اسمها ستيلولايتس. ستيلولايتس والاوبن فراكشرز اسمهم الاثنين دول مود 1 من الايه من الفراكشرز. تمام يا شباب؟ ايه اللي احنا ممكن نوصفه في الجبل الفراكشرز؟ الفراكشرز نوصف لها شويه ديتا كده جميله جدا. اول حاجه اورينتيشن عشان احطها هي سيستماتيك ولا لا، وابدا لو في عندي اكتر من اورينتيشن ببدا احط سيت باي جوينت سيت. احنا قلنا لو في اكتر من فراكشرز لهم نفس الاورينتيشن يبقى خلاص بقى احولهم من فراكشر سيت لفراكشر سيت، يبقى جوينت سيت. تمام. وبعدين الاتيدو فراكشرز يعني اتجاه ميلها بقى، مش هي بلين، يبقى البلين او سيرفيس، سيرفيس ليه اتجاه ميل وزاويه ميل وهكذا. يبقى انا هبدا اقول له اول حاجه والله ده بلين، يبقى سترايك ودي بقى ماونتس ودي دايركشن، ابدا احط الكلام دوت. تاني حاجه بنوصفها في الفراكشر اسمها السبيسنج. سبيسنج يعني المسافه اللي هي الرئيسيه بين التو فراكشر سيرفيس كده، دي اسمها سبيسنج. وتالت حاجه بوصفها للفراكشرز حاجه اسمها اوبننج فراكشرز، اللي هو الفراكشرز هنا اوبن ات ايه زي كده، ده بالمليمتر طب السنتيمتر. تمام. وتالت حاجه بوصف الفراكشر اسمها بريزيستنس اوف فراكشرز، يعني الفراكشر ده ممتد طوله كده لاترالي كده كام متر بريزيستنس. تمام. السلامه بتاعته. بعدين الفراكشر سيرفيس، هل هو رف سيرفيس ولا سموث ولا عليه سليك لاينز ولا ما لهوش. وبعدين بنوصف قد ايه الفراكشر فريكوانسي بتاعته. في الاخر خالص كل ده مع بعضه احطه في شكل جوينت باترن، الباترن ده عامل ازاي. تمام. وبنوصف كمان الريليشن بين الجوينتس او الفراكشرز والبيدنج والاذر فراكشرز عشان نطلع العلاقات بينهم من بعض. في حاجه اسمها ريبريزنتيشن اوف داتا، بنعمل ريدكشن للداتا كلها بنرميها في شكل اعداد كبيره كده وتيبلز كده بنحطها على الشكل ده. يعني الشكل ده اسمه روز دياجرام. روز دياجرام ده بيبين طبعا اتجاه النورس كده، فبيبين اتجاه الرئيسيه للجوينتس في اي مكان احنا اشتغلنا فيه. فده اتجاه الميجور اللي هو جوينت 1 اللي واخد اتجاه ده النورث وده نورث ويست وده نورث ايست وده ايست ويست. هم دول تقريبا ثلاثة جوينت اللي عندنا. ممكن امثلهم ستيريوغراف بروجيكشن، اعمل لهم كونتورنج حاجه اسمها بول تو بلينز واعمل لهم كونتورنج بالشكل ده. تمام يا شباب. اخر حاجه الفراكشرز بقى بيحصل لها ترمينيشن او انترسكشن ازاي. الفراكشرز يوجوالي ترمينيتد بالفور تايبس اوف ترمينيشن دول. لما بيحصل لها ترمينيشن بتكوين حاجه اسمها الوينج كراك اللي هو المود 1 فراكشرز، ده دايما كونجكت فراكشرز او الشير فراكشرز بيحصل ترمينيشن بتكوين وينج فراكشرز، او بتعمل سبلينج في شكل الفورك شيب ده في شكل اللي هو الشوكه ده، او سبلينج في شكل هورس تيل. تمام. ان هو انا بوزع القوه السترينث بتاعي الكبير دوت على ديفرنت سمول فراكشرز اخرى. فانا اكن كان هنا عندي سبيسمنت 1 متر حولتهم ل 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر على 10 وهكذا، ويبدا يحصل ترمينيشن اند سو اون لغايه ما يحصل له يوصل الديسبيسمنت عليه زيرو، او يبقى الديسبيسمنت متوزع في وان سايد من الفولز زي كده بتتكون حاجه اسمها الهورس تيلينج. ممكن يكون الجوينت يحصل له ترمينيشن اجينست بري اكزيستنج فراكشرز او جوينت بالشكل ده ويحصل له داينج اوت عليه. هنا عندنا الشكل ده جميل جدا بيوري الهورس تيلينج، وفي برضه هنا باترس اهوت موقف البروبوجيشن بتاع الفراكشرز عليه. تمام يا شباب، كده خلصنا المحاضرة دي بتاعت الفراكشرز. اشوفكم ان شاء الله في المحاضرة بتاع الفولز.